سمير بن عرفي ومحمد الطاهر الورتتاني مثالان للتجارب الناجحة في مجال الاستثمار للحساب الخاص في قطاعي النسيج والبناء، فبالرغم من الصعوبات والعراقيل التي واجهها الطرفان خلال انطلاقة المشروعين خاصة منها الإدارية ومسألة التمويل، فإنهما تشبثا بمشروعيهما. انا يرفضوني ونعاود نرجع ويرفضوني ونعاود نرجع، علاش؟ على خاطر امنت بروحي وانا على حق، بما اني انا في اللي ود اللي دار ونعرف اللي انا على حق، ويقول لك لا كذا كذا، ونرجع ونشد الصحيح ونشد الصحيح لين نحط قدام الامر الواقع ونقضي قضيتي. مرينا بصعوبات كما اي شركه فتيه، بدينا بعشرة خدامة، 19 خدامة، ومن بعد بدينا نكبروا بشوية بشوية. حاليا المعمل يضم 120 خدام. محمد وسمير أكدا وجود الإحاطة من طرف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد سواء من خلال المرافقة الفنية أو التمويل، داعين إلى أهمية مزيد تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات الإدارية لفتح آفاق الاستثمار أمام الشباب. عاونونا برشا في برشا مواضيع، في اللي كيما قلنا في لي سوبفونسيون تاع الماتريال، عاونونا في الماتريال، في الاشياء تاع الماتريال. راهو باش ننجحوا يلزم قطب يسموه قطب الاستثمار، يحتوي على لابي، يحتوي على شركات الاستثمار، يحتوي على البنوك. وزاد الدراسات لازم تكون دراسات، يعني دراسات جيده وموثوق فيها. زاد ما نجوش نعمل دراسه تاع مشروع هكا ونقول وراه كذا وكذا، لا، دراسة لازم تكون مبنية على حقائق، مبنية على معطيات صحيحة. مثل هذه المبادرات الخاصة ساهمت في تطوير الاستثمارات في الصناعات المعملية والخدمات ذات الصلة خلال الأشهر الخمسة الأولى للسنة الحالية، حيث زادت قيمة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 26% وبلغت مستوى 1.148 مليون دينار. 61% على مشاريع جديدة و 39% مشاريع توسعة. أهم القطاعات اللي شهدت يعني انتعاشة أو نوايا استثمار أو تصريح استثمار معلنة، قطاع المواد البناء والخزف والبلور، قطاع النسيج والملابس، وكذلك قطاع المكونات السيارات والطائرات، يعني الميكانيك والكهرباء. تطور الصادرات بأكثر من 16%، حجم الصادرات يعني تعدينا 2300 مليار من 2000 مليار. تصاريح بالاستثمار كونه في سنة الخمسة شهور هذوما فما تطور 40% من الاستثمارات في المناطق التنمية الجهوية. تطور في الأرقام وانتعاشة اقتصادية كانت نتيجة لعدة أسباب، أهمها الإصلاحات الاقتصادية التي تم سنها، إضافة إلى بداية استرجاع الثقة في الاستثمار بالبلاد. الإصلاح اللي فيه إجراءات تخص تمويل المؤسسات، فيه إجراءات تخص رقمنة الإدارة، فيه إجراءات تخص المواكبة الدقيقة والمساعدة اللي يلزم والإحاطة اللي يلزم يلقاها المستثمر والمؤسسة. الكل عمل معناها يلزم يكون متجانس. ورغم تراجع قيمة الاستثمارات المصرح بها في مجال الخدمات، فإن هذه المشاريع ستسمح بإحداث أكثر من 13 ألف موطن شغل، أي بزيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالسنة الفارطة.